ما حكم من أنكر خروج الدجال؟ هذا إن كان يعرف الأدلة وأنكر فهو كافر، لأنه أنكر شيئا متواترا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان جاهل ولا يعرف الأدلة فهذا يبين له، فإن أصر على الإنكار بعد البيان إنه يحكم بكفره، نعم، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.